مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي برنامج السفيرة عزيزة وكل اللي بيتابعوا قنوات دي ام سي، واهلا بيكم في حلقة جديدة من بيتنا بيت السفيرة عزيزة. نتمنى لكم يوم جميل ومساء الفل عليكي يا رودي. مساء الفل عليكي يا اجمل نونو حبيبتي. مساء الفل عليكي ومساء الفل على حضراتكم. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، خلاص ايام قليله يعني اسبوع اهو وهنستقبل شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا نونو. وانت طيبه يا حبيبه قلبي حبيبتي. طيب النهارده بقى يا رودي هنبتدي اول اخبارنا على غير العاده. أيوة. بخبر هيهم الرجال. الخبر ده خاص بالساده الرجال، بما ان شهر رمضان الكريم قرب خلاص والطلبات بقى بتاعت الاكل بتزيد، وكل يوم والتاني عايزه اقول لك بلاقي ولادي بيقولوا ايه هتعملي لنا كذا كذا، انا أيوة. نفسي في كذا. كاننا مثلا ما بناكلش طول السنه يعني، كلنا كده شهيتهم دايما بتكون مفتوحه كده، بيبقوا مستنيين كانهم مستنيين الشهر الكريم ده عشان اكلات معينه. صح. فخلينا بقى نقول لهم الخبر المهم ده ونسيبهم لضميرهم. بمناسبة ان النهاردة 4 مارس وهو اليوم العالمي للسمنة، الدراسات الحديثة كلها اكدت وجود علاقة بين الوزن الزيادة وبين الاصابة بالامراض المزمنة زي مرض القلب والضغط. في دراسة تانية بقى يا رودي، الدراسة دي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت ان الكرش ممكن يسبب شيخوخة الدماغ وانخفاض الادراك عند الرجال في منتصف العمر. ليه بقى؟ لان ارتفاع رواسب الدهون خصوصا في البنكرياس والكبد بيؤدي الى زياده الاصابه بالخرف. يعني ممكن يبتدوا بقى يقولوا كلام مش مفهوم. ايوه. وطبعا نصحت منظمه الصحه العالميه بضروره الحد من استهلاك المشروبات السكريه وكمان الوجبات السريعه، وطبعا نصحتهم ان هم ياكلوا اطعمه صحيه وكمان يمارسوا الرياضه. والله كلنا محتاجين النصايح دي، يعني اكيد مش الرجاله بس يعني. ايوه بالظبط. عايزه اقول لك بقى ان انا جات لي رساله كده لطيفه جدا. الرساله دي كانت عباره عن ايه؟ كرسي ومحطوط عليه حاجات بتضر بالصحه. أوكي. زي مثلا الوجبات السريعه، همبرجر مثلا لنفترض، او هوت دوج او اي حاجه من الحاجات دي. اوكي. ودونات او السكريات عموما وسجاير والحاجات بقى اللي هي بتضر بالصحة. تمام. كل الحاجات دي موجودة على كرسي. وكان السؤال ايه أكتر حاجة في الحاجات الموجودة دي تكون ضارة بالصحة؟ تفتكري الرد كان ايه؟ أكيد حاجة من الأكلات، يعني برجر مثلا. لا مش هتصدقي، الرد كان الكرسي. الكرسي؟ الكرسي هو أكتر حاجة بتضر الصحة. لأن الحركة بركة، الحركة زي ما بركة بيقولوا. صح. دايماً كتر القعدة ممكن تخلينا نصاب لا قدر الله بالسمنة. بالظبط كده. طيب بما ان الشركة ننسى الكرسي المتحدة بقى. ننسى الكرسي. بما ان الشركة المتحدة مقدمة لنا وجبة يعني دسمة جدا من الدراما التلفزيونية. صح. ايه اكتر مسلسل هتتابعيه بقى؟ والله انا مستنية مسلسلات كتير يا نهى بصراحة، يعني أكيد. مسلسلات كتير ونجوم كتير قوي قوي مستنية ان انا اتابعهم. يعني بس اكيد طبعا النجم المميز الرائع الفنان الكبير يحيى الفخراني ومسلسل عتبات البهجه من المسلسلات اللي انا برضو مستنيها قوي قوي. ده كل مصر بيتهيألي مستنيها. لانه وحشنا جدا. طبعا طبعا الحقيقه فنان جميل. فنان جميل فعلا يعني. بالظبط. فانا اكيد مستنيه المسلسل ده. ويمكن يعني المسلسل مسلسل عتبات البهجه طبعا من بطوله الفنان الكبير يحيى الفخراني والفنان صلاح عبد الله وجمانة مراد وكمان الفنان هشام اسماعيل. المسلسل تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، فهو الحقيقة بيضم نخبة كبيرة جدا جدا من النجوم والفنانين. كمان مسلسل صدفة، خلينا نقول برضو انه من المسلسلات اللي ان شاء الله تكون مختلفة السنة دي، بطولة الفنانة ريهام حجاج والنجم خالد الصاوي، تأليف أيمن سلامة وإخراج المخرج سامح عبد العزيز. القاسم المشترك بقى في المسلسلين أيوة. هو مشاركة الفنان الجميل اللي احنا كلنا بنحبه الفنان هشام اسماعيل يا نهى. الله فعلا فنان جميل جدا كلنا بنحبه، وهو دلوقتي معانا على التليفون الفنان هشام اسماعيل هيكلمنا عن كواليس مشاركته في مسلسل عتبات البهجة ومشاركته كمان كضيف شرف في مسلسل صدفة. ومساء الخير. مساء الخير. مساء النور يا فندم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وانت حضرتك طيب وبالصحة والسلامة. احكي لنا بقى. الله اكرم. الله اكرم. عتبات البهجه من اسمه كده واضح اننا هنشوف عمل كله بهجه. احكي لنا عن شخصيتك في المسلسل. والله شخصيتي شخصيه مدرس كيمياء
بيملك سنتر تعليمي يعني بالمشاركه مع بطل العمل الاستاذ يحيى الفخراني، وبنشوف بقى السلبيات والايجابيات من خلال هذه الشراكه يعني. طب احكي لنا يعني عن، ادينا شويه كده معلومات اكتر عن الدور والتفاصيل، ويعني هنشوف ايه تفاصيله كوميدي. نشوفها بقى يعني، هو المسلسل كله 15 حلقه. بس انا توقعت ان هو يبقى اكتر من كده. هحكي لحضرتك ال 15 حلقه واحنا قاعدين. لا 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 هنتفرج اكيد، هنتابع المسلسل طبعا. كده. طب بالنسبه بقى لكواليس التصوير مع النجم يحيى الفخراني، اكيد يعني استفدت يعني او استمتعت بالعمل معاه. شوفي حضرتك، هو الاستاذ يحيى الفخراني او الدكتور يحيى الفخراني ده بنطلق عليه انه دكتور. أيوة فعلا طبعا، طبيب، وهو دكتور في المهنه ايضا يعني، هو ايوه كان طبعا طبيب، هو اصبح دكتور تمثيل كمان بخبره الاعوام صحيح والنجاحات. اتفضل يا استاذ هشام. اتقطع كل حاجه. احنا سامعين. هو الصوت بس مش واضح، هستأذنك لو يعني توضح لنا مره تانية الاجابه. سامعاني حضرتك؟ بقول لحضرتك، هو دكتور يحيى الفخراني اصبح من دكاتره الابداع في مصر الى جانب الطبيب يعني. طبعا طبعا، احنا بنقول له الاستاذ يحيى الفخراني والدكتور يحيى الفخراني في اثناء التصوير. والحقيقه هو بالنسبه لي والجيل العظيم اللي كان قدم لنا كل شيء يعني، انا ما استقبلناش حاجه الحقيقه. كل الاعمال هي اعمال، انا بالنسبه لي هم مثل اعلى. طبعا محمود عبد العزيز رحمه الله عليهم جميعا، وربنا يبارك في عمر دكتور يحيى، محمود عبد العزيز، استاذ احمد زكي، استاذ نور الشريف، استاذ عادل امام ربنا يديله الصحه وطوله العمر، الاستاذ محمود ياسين رحمه الله عليه، كل دول اساتذه قدموا تلفزيون وسينما احنا اتربينا عليه. فانا بالنسبه لي بتفرج على مثل اعلى قدامي، فطبعا يبقى عندي حاله من الرهبه والسعاده في نفس الوقت وانا شغال معاه، مرعبه. الى جانب ان انا كنت حلم حياتي اشتغل معاه قبل كده، اشتغلت معاه مسرح لمده حوالي 7 ليالي في مسرحيه ديمة الجراب يا حاول، فكان بالنسبه لي حدث عبقري. انا من عشاق المسرح كممثل وكمشاهد، وبعدين بشتغل على نفس الخشبه مع استاذ يحيى الفخراني. فجت بقى الصدفه العظيمه كمان اكتملت بالدراما التلفزيونيه اللي كانت حلم من احلام حياتي، ان كل اعماله بالنسبه لي يعني مثل اعلى، من نص ربيع الاخر لاوبرا عايده، زينيا، يعني اعمال خالده أكيد. الدراما المصريه اكيد. طب مش عايزين ننسى مشاركتك في مسلسل صدفه كمان كضيف شرف يعني. صدفه عندي فيها مشهدين فقط لا غير، ده ضيف يعني، ضيف الضيف يعني مشهدين. انا ريهام حجاج بالنسبه لي فنانه جميله جدا ومتطوره جدا، وكلنا بنحبها، ذات اعمال ناجحه دائما، وعندها رؤيه انتاجيه وفنيه خاصه بالعمل، فهي اصر تكون موجود معاها، وده كان شيء يسعدني ويشرفني. فعامل معاها مشاهدين لطاف قوي قوي، طالع ضابط كده بيحقق معاها، بس ضابط دمه خفيف قوي يعني، فعامل معاها مشاهدين حلوين قوي. اما بقى المسلسل ككل، اتمنى ان شاء الله يعجب الناس جدا، وانا كان عندي معاها السنه اللي فاتت عمل هو جميله، والحمد لله نجح نجاح رهيب. ده حقيقي صحيح. والسنه دي عندي من انتاج شركتها حدوته منسيه، والحمد لله عامل صدى عظيم. احنا يعني منتظرين طبعا الاعمال الجميله ليك، ويعني تكسر الدنيا ان شاء الله في رمضان، وتنورنا كمان في استوديو السفيره عزيزه، نتكلم اكتر بقى ونكون تابعنا الادوار بتفاصيلها عشان نسال فيها. عجبات البهجه يكسر الدنيا والناس كلها يحبوه، لانه طبعا ده يعني احنا عمل بنستناه كمشاهدين، ان الدكتور يحيى الفخراني ينزل تاني الدراما يعني ان شاء الله. يا رب ان شاء رب. الله. نشكرك جدا الفنان هشام اسماعيل، وبالتوفيق يا رب. ونخرج لفاصل ونرجع نكمل بقية فقرات بيت السفير عزيز. مرة تانية بنرحب بحضراتكم، وعايزة أقول لكم من الحاجات اللي بتكون مرتبطة دايما بالأذكار والاستغفار والصلوات، حتى استخدامنا للسبح تلاقي دايما كده ايه السبحه موجوده في ايدينا، ودي واحده من الموروثات اللي اخذناها من اهالينا ومن اجدادنا خصوصا في شهر رمضان. النهارده بقى في حلقتنا هنتكلم عن السبح، نتعرف اكتر على تاريخها، على اصلها وفصلها، الفروق في اعدادها وكمان خاماتها، كل ده هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا النهارده الاستاذ نصر الواحي صانع السبح. منورنا. اهلا بحضرتك يا استاذ نصر، منورنا. كل سنه وحضرتك طيب وانت طيبه يا فندم. رمضان كريم عليك. يعني السبح مرتبطه معانا طبعا برمضان وبغير رمضان، لو بدانا كده نتكلم عن
أصل صناعة السبح كلنا بدأت إمتى وفين يا أستاذ ناصر؟ أولا بداية تصنيع السبح في مصر كان من تاريخ من العصر العثماني. تمام؟ دخلت تصنيع السبح في مصر عن طريق تركيا. تمام؟ بعد كده بدأ تعلمناها هنا في مصر وبدأنا إن إحنا نطور كمان فيها. فالنهارده الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى المنتج المصري النهارده بينافس المنتج التركي. أيوه. تمام. دخلت علينا الخط الصين، فطبعا الصين صناعتها في السبح سبح البلاستيكات وحاجات بالشكل ده. فبيختلف السبحه في الصناعه المصريه عن السبحه اللي هي البلاستيكات. طبعا. السبح في منها انواع كتير. ايوه. يا ريت بقى حضرتك تقول لنا عن انواعها، وانا بلاحظ كمان ان في اعداد بتبقى في ساعات السبح الطويله والسبح القصيره. تمام. بالنسبه للسبح في سبحه 33 حبايه. ايوه. في سبحه 99 حبايه. صحيح. في سبحه بتبقى 100 حبايه باتنين عداد. طب سبحه زي دي كام حبايه؟ دي 33 حبايه. دي 33 سبحه بالشكل ده، سبحه كده بتبقى 100 حبايه باتنين عداد. تمام. 100 حبايه يعني 100 و100؟ 100 حبايه زائد 2 عداد، 2 عداد كل عداد في 10 حبايات. دي لتسبيح اوراد و للطرق الصوفيه. تمام. يعني كل سبحه ليها استخدام. ليها استخدام. كل سبحه ليها استخدام. اللي سبحه 33 حبايه الختم صلاه وتتحط في الجيب وخلاص. مظبوط. اما في بعض الطرق الصوفيه عندها اوراد معينه فبتبقى قاعده في بيتها مع السبحه بتاعتها، فبتبقى عايزه السبحه الاطول. تمام. اللي السبح من بتطلع من انواع كتير من الخامات. في منها اغلبيه الخامات مستورده وفي منها خامات صناعه مصريه. وفي يعني منها بتبقى احجار كريمه. وفي منها احجار كريمه. بالنسبه في ازاز في بيخرج فيها خشب. في ما هي دي من الخشب، دي خشب الزيتون. ايوه. خشب شجر الزيتون. شجر الزيتون. من شجر الزيتون والطين والزيتون وطول السنين. كمان دي من شجره الزيتون. تمام. دي ثمره اسمها ثمره الكوك. ثمره الكوك. 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 ده هو بتاع الفحم. لا يا فندم. حاجه تانية؟ لا دي ثمره زراعيه. ثمره. هل ليها ريحه؟ لا. بتعطري انت السبحه بالريحه اللي انت استحبيها. تمام. بتبقى ثمره بالشكل ده كده. بنيجي بندخلها مرحله التصنيع تشق نصين كده. تمام. وبعدين يطلع منها الجزئيه دي على اساس نطلع منها الحبه زي ما احنا عايزين بالمقاس اللي احنا عايزينه. ده بالنسبه لثمره. يعني مش اي خشب ممكن يتعمل منه السبح. اي خشب سعادتك يتعمل منه سبح. اي خشب يتعمل منه يرجع للمعدات ويرجع للفني. التصنيع اللي هيصنع. فاي خشب ممكن التصنيع ده بيبقى تصنيع يدوي؟ كلها مراحل تصنيع يدوي. يدوي. كل مراحل تصنيع السبحه تصنيع يدوي. بل النهارده يعني مثلا بدا الصين بتصنع معدات بماكينات تصنيع آلي. ولكن التصنيع الآلي عمره ما بيكون بالجوده طبعا. او باللمسه، وتلاقيها بتتقطع بسرعه على طول، يقوم الخيط يتفك والخرز يتفرد كده. ده شغل الصين، لان الصين وحده المليون. عايزه تنتج مليون سبحه. انا عايز انتج 10 سبح. ايوه. ف 10 سبح بنتجهم بجوده عاليه من ناحيه تصنيع، من ناحيه خيوط، من ناحيه تقفيل. قول لنا اللي بيفرق يا استاذ ناصر، يعني فكره الجوده تبان في ايه؟ يعني انا لو بشتري دلوقتي قدامي سبحه صيني وسبحه مصري، تمام، احس بايه فرق؟ والله السبحه الصيني معروف ان هي مصنوعه من البلاستيكات. تمام. اما بالنسبه للسبح اللي التصنيع مصري، تمام، كلها من خامات طبيعيه. من خامات طبيعيه زي الكوك، العود، الصندل. طبعا. تمام. الكهرمان. بس الكهرمان مش خامه مصريه، خامه الكهرمان بيجي من المانيا او من بولندا او من روسيا. تمام. الفاتوران برضو صناعه خامه صناعه تركي، ولكن تصنيع السبحه مصري. تمام. احنا دخلنا بقى بدانا ان احنا نجيب ماده البوليستر ونطلع منها سبح بالاشكال دي والالوان دي. تمام. ما دي تصنيع خامه مصري وتصنيع مصري لغايه ما توصل للدرجه دي. تمام. دي برضو من تصنيع مصري، مادة البوليستر بنضيف عليها ورق الذهب اللي هو بيتحط في الموبوليا. تمام. ونجمعها بتطلع منها سبحة بالشكل ده كده.
جميل جميل. وما طبعا لسه عندنا انواع كتيره هنتكلم عنها وتفاصيل اكتر هنتكلم عنها اكيد عن صناعه السبح، ولكن خلونا مع حضراتكم نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه مع استاذ ناصر الواحد. بنرحب بحضراتكم من جديد، ويعني لسه بنكمل كلامنا عن صناعة السبح، السبح اللي كلنا يمكن بنحب نستخدمها طول الوقت، مش بس في شهر رمضان، ولكن طبعا في شهر رمضان أكيد بتبقى حاجة مميزة جدا جدا. الموضوع طلع كبير وفي يعني أنواع كتيرة جدا وأشكال كتيرة من السبح، فإحنا معاكم النهاردة عشان نعرف ده من أستاذ نصر الواحي صانع سبح. استاذ نصر، احنا طبعا اتكلمنا عن ان في اشكال كتيره جدا للسبح، منها اللي من اخشاب ومنها اللي من احجار. هل كل نوع بيدينا طاقه مثلا مختلفه بناخدها منه واحنا لامسين السبحه؟ يعني مثلا السبحه اللي معايا دي من خشب الزيتون، فهل انا باخد طاقه معينه غير لو اخدت مثلا سبحه تانية من نوع تاني؟ اكيد ساعتك، خاصه شجره الزيتون، خاصه السبحه اللي هي من ثمرة الكوك معايا، دي كلها سبح ليها طاقتها معايا، تختلف عن السبحة اللي البلاستيك. طبعا البلاستيك معروف طبعا ما فيش طاقة ولا في حاجة بالشكل ده، اكيد. وتختلف عن السبح الأحجار الكريمة زي الفيروز، الأونيكس، يعني لو حاجة من اليسر مثلا فده جاي من البحر، فهل اليسر أنا باخد منه طاقة ليها علاقة شوية بالبحر والمية وكده؟ أكيد أكيد. بالنسبة لليسر من قاع البحر الأحمر، شعاب مرجانيه، في منها الابيض وفي منها الاسود. ايوه معايا. فبتطلع عباره عن شجره، وبنبدا نسيبها في الشمس عشان تتجفف من المايه اللي فيها، وتبدا تخش مراحل التصنيع بتاعتها. ولكن هي افضل سبحه في التسبيح هي السبحه اليسر. ليه بقى؟ يعني بتجيب يسر كده يعني. لا يعني ما نقدرش، اليسر ده من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا من عند ربنا طبعا. انا من النوعيه اللي ما بتعتقدش في اي حاجه غير في الله سبحانه وتعالى. لا طبعا ده اكيد التفاؤل بس. معنى ان انا اعتقد في سبحه نوعها كذا هتعمل معايا كذا، يبقى انا كده دخلت في شرط. لا لا مش بسبحه كده. بس في ناس بتتفائل مثلا بسبح معينه، يعني في ناس يقول لك هو كله بتاع ربنا في الاخر يعني، فبالتالي العقيق يفك الضيق. وفي ناس بيقول لك الفاروز بيشيل عني عين الحسود. في معتقدات كتير، اعتقادات معتقدات. ولكن معلش انا بتكلم عامه، معنى ان انا اعتقد في حجر يبقى انا دخلت بدرجه الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب خلينا احنا خلينا نبعد عن خلينا بقى خلينا نتكلم عن حاجه تانية. يعني الحاجات اللي بتبقى في اخر السبحه تمام، دي بتختلف من سبحه للتانية؟ اكيد اكيد. ايه هي بقى؟ دي عباره عن حاجات بيتزين بيها السبحه، لكن ملهاش اي دلاله. لا ملهاش اي علاقه باي حاجه في السبحه، بتزين السبحه. في واحد بيحب السبحه فيها الشرابه الكتله الافريقي، واحد بيحب السبحه فيها كتله سوداني بالشكل ده. يعني ايه كتله سوداني؟ التكتيل اللي هي الشراريب دي كده. معايا؟ فكل واحد بيبقى حسب رغبته او حسب ما هو عايز. في حاجه، في واحد بيحب السبحه كده. طب نقدر نقول ايه اغلى سبحه؟ اغلى سبحه كهرمان. الكهرمان اغلى سبحه كهرمان، اللي هو لونه اصفر. اللي هو لونه اصفر لان الكهرمان بالنسبه لحجر الكهرمان بياخد، هو بيجي من فين اصلا؟ في الماني، في بولندي، في روسي. حجر ليه بقى ده الاغلى؟ حجر الالماني، حجر الكهرمان على ما بيتكون حجر بياخد عشرات الالاف من السنين علشان يتكون حجر يتصنع منه سبحه. القطره وهي نازله كده زي دمعه العين معايا، طول ما هي نازله هي بتسبح الله سبحانه وتعالى. تعالى ما بيتكون حجر بياخد عشرات الالاف من السنين عشان يطلع حجر، عشان يطلع منه سبحه. فقيمته في كده. فهمت. وحضرتك كنت قلت انها بتغير لونها مع الوقت، مع استمرار مع العمر بيبدا يتغير لونها. كل ما لونها يتغير كل ما قيمتها تعلى اكتر. اكيد. طيب ازاي نعرف ان دي سبحه اصلي لو بنتكلم عن الكهرمان او اي حاجه من الاحجار يعني، وانها لا ممكن تقليد؟ ما هو ليه ساعتك على حاجه، المستهلك العادي ما يقدرش يفرق ما بين دي وما بين دي، لان في برضو ماده البوليستر بيتضاف عليها بعض الروائح علشان تديك ريحه الكهرمان.
اه في المستهلك العادي ما يعرفش يقيم ما بين دي وما بين دي. واللي يفكر ان هو يشتري سبحه كهرمان لو ما كانش يشتريها من مكان ثقه وحد عنده ضمير ما يفكرش ان يشتريها. اكيد اكيد. طيب اخواننا المسيحيين بيسبحوا كمان اكيد هل السبحه ليها علاقه بالدين مرتبطه بالدين؟ بتختلف التسبيح بتختلف سبحه الاخوه المسيحيين ان السبحه بتبقى 51 حبايه وبدل ما احنا بنركب فيها مأذنه بالشكل ده او امام بالشكل ده بيركب فيها عباره عن صليب. تمام. ادي الفرق. تمام. بالنسبه لاخواننا الخليجيين بيحبوا السبحه تكون 51 حبايه. على اساس ان هو السبحه وهو قاعد في المجلس بيلف السبحه كده. يلف السبحه كده على ايده. ايوه. معايا؟ او بيروح بالسبحه كده. اما بالنسبه لنا احنا كمصريين بنحب السبحه اللي هي 100 حبايه بالاثنين عداد بتاعهم. او 33 بقى. اتفضلي يا فندم. او ال 33 احنا برضه ال 33 شائع. 33 ال 33 اللي ختم صلاه وسبحه بسيطه وخفيفه في الايد وتتحط في الجيب. معايا؟ لكن اللي المجلس في البيت قاعده في البيت بيستحب ان هو معاه سبحه كبيره بالشكل ده. دي اللي هي 100. دي 100 حبايه. امال في سبحه كمان 99 ولا هي بتبقى 100؟ في سبحه 99 ادي 99. دي على اساس ايه؟ اسماء الله الحسنى مثلا؟ ادي 99. الاسماء الله الحسنى اصولها تبقى سبحه 100 حبايه. اللي بيتكتب اول اسم فيها الله وبعد كده الرحمن. امال ليه 99 على اساس مضاعفات ال 33؟ مضاعفات ال 33. تمام. على اساس مثلا سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 33 33 33. عم نصر انت بدات يعني تشتغل في المهنه دي من امتى وحبيتها؟ ايه اللي شجعك؟ ولا دي مهنه متوارثه؟ مهنه انا وارثها عن ابويا الله يرحمه ويحسن اليه. و احنا قلنا لك الموبايل وارث المهنه عن الوالد الله يرحمه. و اتفضل. وارث المهنه عن الوالد الله يرحمه. تمام. من وانا عمري حوالي 7 سنين وانا معاه في التصنيع. بعد ما بنلعب في الحاره ونعمل مشاكل، لا كان ياخدنا الورشه، لا اقعد اعمل دي، طب بص دي، طب مش عارف ايه، لغايه ما بدانا ان احنا نشرب المهنه. فعشقنا المهنه. النهارده فضل من الله سبحانه وتعالى انا عندي ولدين سامح الواحي ومحمد الواحي، واحد معاه بكالوريوس تجاره والتاني خريج هندسه. ولكن ربنا يخليهم لك برضه في المهنه وطوروا في المهنه احسن مني. ولكن هل الاقبال على السبح زي زمان ولا قل شويه؟ الاقبال على السبح معلش يعني في سبح استهلاكيه. تمام. دي عليها اقبال شديد. لكن في سبح قيمه زي حاجات بالشكل ده معايا، دي اخواننا الخليجيين او زي اللي معايا دي. اخواننا الخليجيين هم اللي بيستخدموها او في ناس بتحب السبح، يعني بتحب تقتني السبح زي اي حاجه يدويه ممكن نبقى بنشتريها نقتنيها، ففي اكيد ناس عندها الحب ده. ما انا هقول لسعادتك على حاجه، في بعض انواع السبح بيقال عليها انها ذهب الرجال. ذهب الرجال يقتني سبحه قيمه وعارف ان النهارده اشتراها بجنيه ممكن بعد سنه تعمله وليها قيمه فعلا، يعني لما يجي يبيعها ليها قيمتها. اكنه وقتني ذهب بالظبط. طيب جميل جميل. احنا عارفين ان احفاد حضرتك كمان مش بس الابناء، يعني انا عندي حفيد مهتمين بالمهنه. عندي حفيد سعادتك كان موجود بره، كنت اتمنى انه يحضر معانا برضه التصوير. ماشي. ده ان شاء الله المره الجايه يبقى معايا ان شاء الله. ان شاء الله في معهد الجزيره. وبرضه بيخرج من معهده وبيجي يقعد معانا في الورشه وبيصنع معانا. برافو عليك. مهنه وراثيه. هل الشباب بيبقى ليهم رؤيه مختلفه عنكم؟ اكيد طبعا. اكيد. بيبقى عايز يطور ازاي؟ بيفكر ان هو يطور في موديل السبحه، بيفكر ان هو يطور في المعده اللي بيصنع بيها السبحه، بيفكر انه يطور في كيفيه انتاج اكتر في موديل السبحه. يعني ممكن مثلا الشرشوبه دي ما اعرفش بتسموها ايه بالظبط. بس ممكن مثلا يقول انا مش عايز يبقى كده، انا عندي فكره احلى او كده. بديله المجال وبديله الفرصه، بقول له اديني اعمل حاجه اكنها ليك انت شخصيا. قفلها خالص بالفكره اللي في دماغك وفرجني عليها. عجبتني ببدا اوريها للعميل. التطوير يعني ممكن يبقى في الشكل، ممكن يبقى في المعدات بتاعه التصنيع، يعني مفتوح مش أكيد. مجال تقليدي لا مش لا مجرد لا. السبحه دي ما تخلص فكده خلاص. لا 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 لا. طور زي ما انت عايز.
وانا ليا وجهه نظر، لان انا لما بنظر لحته للسبحه في النهايه بنظر لها كمستهلك، ما بنظر لهاش كمصنع. طبعا طبعا. الملاحظ اللي هيطلع لي المستهلك انا اطلعها عن نفسي قبل ما اطلعها. ايوه معرضه على المستهلك. طب ايه موضوع السبحه الالف حبايه؟ ولا هي ما بتجيش؟ ما فيش لا في سبح الفيه، في سبح الفيه، بس السبحه الالفيه دي بتبقى طويله جدا، طويله جدا. فالنهارده انا بدل ما اخليك تمسك سبحه الفيه، لا انا ممسكك سبحه بالشكل ده. تسبح بيها 1000 وتسبح بيها 10000 و100000. لا معلش حضرتك بقى قول لي ازاي اعرف ان انا سبحت 10000، وازاي اعرف ان انا سبحت النهارده دي سبحه 100 حبايه، دي 100، دي سبحه 100 حبايه، انا كده 100. باجي هنا اروح ساحب واحد من هنا جايبه كده 100 تاني اللي هو العداد، ف10 العداد ف10 بكام؟ ب1000. ب1000. باجي على الجنب التاني ده كده اروح ساحب منه واحده، يبقى انا كده 1000 ف10 ب10000 ب10000. تمام. اجي افتح كده واروح واخد اول حبايه، يبقى انا كده 10000. تمام. في 100 ب100000، ب100000 صح معايا؟ وهكذا. وهكذا. يعني افضل من ان انا يبقى عندي سبحه 1000 حبايه وافضل اركب لها بقره عشان اسبح. هتبقى طويله قوي. هتبقى طويله جدا. وفي حجم اصغر من كده كمان، انا بعمل حجم. انا بشوف احجام صغيره قوي. انا بعمل حجم اصغر من كده برضو، 100 حبايه ب2 عداد. وفي سبح بتبقى قريبه، الخرز قريب كده من بعضه او الخشب قريب، وفي سبح بتبقى فيه مسافات كبيره. تمام. ده ايه برضو، او ده يخضع لايه؟ برضو بيخضع للتصنيع. انا في السبحه يعني السبحه بالشكل لما تشوفيها تحس ان الحب قريب من بعضه بالظبط. في سبح فعلا ما بتبقاش سهله ان الواحد يسبح بيها. ما بتمشيش. لما اشد كده اديني فتحت المسافه هي للتسبيح. فهمت. السبحه مشيت في الايد. معايا؟ طبعا. فدي برضو بتفرق. بتفرق. في يعني اذواق مختلفه مثلا للبنات عن الولاد، الكبار عن الشباب، في اختيار السبح اللي بيشتروها بالنسبه للسيدات؟ معلش يعني بيكون ليها وجهه نظر معينه او ذوق معين في السبح. معايا؟ والسيدات بيميلوا للسبح الاحجار اكتر من الاخشاب والحاجات دي. صحيح. بيميلوا للفاروز، للاميتس، للاونكس، وللولي. بلاحظ ان في سيدات كتيره قوي بتحب السبحه اللولي وللؤلؤ. تمام. ولؤلؤ تطعمه بمرجان طبعا. معايا؟ يعني والمرجان برضو بحس ان بيبقى عليه اقبال جدا. المرجان يتطعم بيه. يعني المرجان في حد ذاته طبعا غالي. طبعا. طبعا. فممكن الاونكس راح مطعمه له بمرجان، ممكن الفاروزه راح مطعمه له بمرجان، ممكن اليسر اطعمه له بمرجان. هل ليها موسم السبح ولا كل السنه؟ لا، هي على مدار السنه. على مدار السنه. ما بتزيدش اكتر في رمضان؟ يعني الزياده اكتر في رمضان بيبقى الاعتماد كله على السبح الاستهلاكيه البلاستيكيه. لقرب سعرها و... لا احنا طبعا عايزين نشجع كل حاجه مصريه يعني. بالظبط كده. والسبح الالكتروني غطت شويه ولا السبح لا السبح ما فرقتش؟ لا 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 ما تفرقش. ما تفرقش. لا 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 لا. لان يعني معلش لمستك للحبايه بتاعت السبحه في حد ذاتها مش هي فيها روح؟ طبعا طبعا. لكن ماسكه حاجه في ايدك تك 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 تك، ايه ده؟ لا 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 مالهاش معنى. مش زي مش زي ما نمسك السبحه كده. استاذ الفضله، انا عندي عميل، عندي عميل لو ما كانتش حبايه السبحه وهي نازله تك تعمل الصوت ده احلى حاجه. صوت السبحه اكيد احلى حاجه. احلى حاجه. كل سنه وانت طيب يا استاذ. وانت طيب يا استاذ. نورتنا وبنشكرك على وجودك. ربنا يكرمك. زي ما شفنا مع حضراتكم صناعه السبح دي مجال كبير جدا وبحر واسع جدا جدا، ولكن حقيقه استاذ نصر الواحي ورانا وعرفنا على تاريخ السبح وجمالهم وصناعتهم. بنشكر حضرتك جدا. كل سنه وانت طيب، ويا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا. ونشوفكم طيبه يا نهى بكره في حلقه جديده. وانت طيبه يا رود يا حلو. باي باي.